اصلا ما كاينش تصير. قولك شي واحد بان هذه موجه ولا راه موجات دازوا اكثر من هيدا وكيطيح. هذه غير واحد الحاجه اللي كتخص العموم دارت بواحد الطريقه اللي غلط عملها بنادم يعني جابط. حنا خرجنا من ديك الدائره باش ما نتحسبوش على ديك الدائره اللي كتمثل الراب ولا شي حاجه. عبرنا بالطريقه ديالنا واستنكرنا الحدث صافي. اما موجه راه ماشي زعما شي حاجه. موجه كتكون فيها فلوس، هذه ما فيهاش فلوس باش نطمعوا في شي حاجه. فين هما الرابرز؟ صامد اللي انتقد، فين هما الرابرز؟ رابرز مكاول اللي عنده شي 10 ملايين مخبع الله يجيب لهم التيسر. بالنسبه ليلي اي حاجه كنشوفها غير مناسبه للراب اللي كنعملو، بحال انت مثلا صحفي ولا شي حد شي صحفي بقى كيهضر في شي امور اللي اضطر ان انت وانت وانت تساليو الخدمه ديالكم، شنو يكون رد فعل الفعل ديالكم؟ تقول لا هادشي هذا حنا ما متفقينش مع هاد الناس هادو. هكذا كان الانتقاد ديالنا والموقف ديالنا حنا باقي كناكدوا عليه. اما الشعب والهموم ديال الشعب، ديسكوغرافيا كاين، بلاي ليست كاين، واللي عشنا حنا راه يمكن كثر من بزاف بنادم اللي كيقول بان ما كاينش. غير حنا الرسائل ديالنا كتختلف. حنا كنقولوا للجمهور ديالنا والناس اللي كيتبعونا والناس اللي تاثرت بالحاجه ديالنا انك حنا عارفين بلي ان الوضعيه ماشي مناسبه كدول اخرى، لكن ماشي معنى هذا نفتحوا فيديو ونبقاو نشكيو ونسعاو ونقولوا لا حنا مخايبه حنا لا نعريو على كتافنا. ماشي نفتحوا فيديو ونقولوا لا الوضعيه ناقصه وحنا ما عندنا شيء. لا حنا كنقولوا الناس اللي متبعين الفكره ديالنا نوض خدم على راسك، نوض وفر الظروف ديالك باش تعيش، غير نفسك ومن بعد اللي بغيتي نغيروه نغيروه، يعني نبدا من نفسك الاول. هادشي اللي كاين. علاش انا فين ساكن؟ انت باقي بالشعب ود حي شعبي، وإلا كاين شي وزارة اسمها الشعب رجعت فأنا ماشي معاهم، أنا مع الناس اللي في الشارع، حيت الفن ديالنا كينتمي للشارع وكنمثلو الشارع. وتا شي واحد ما كيعطيني شي حاجة، وتا شي واحد ما عنده شي كابا كنستاهل نمسحها باش نكونوا واضحين. اللي صديق ديالي صديق ديالي، واللي صاحبي صاحبي، والجمهور الجمهور، الجمهور الرأي ديالو كيصغير.